يضم العديد من المرافق، العديد من المباني التي تيسر العملية التربوية. يحتضن الآن في هذه المرحلة الأولى من البرنامج 1440 طفل بما في ذلك التأطير الإداري والتربوي، ويستفيد الأطفال من العديد من الأنشطة والورشات التي تدخل ضمن البرنامج العام لهذه المرحلة. برنامج ديال تحديث أو إعادة تأهيل المخيمات كتشوفوا بعض الصعوبات. أولا لأنه أغلب المخيمات هي تتواجد في الملك الغابوي أو الملك المخزني أو الملك الصيد أو الملك البحري، ولإحداث هذه المخيمات لابد من مراعاة الجانب البيئي والجانب الأيكولوجي، ولذلك وضعت الوزارة برنامج لإعادة تأهيل هذه الفضاءات باحترام الشروط البيئية والشروط الإيكولوجية في كل من الغابات الدبلوماسية والسعيدية والحوزية والمخيمات الأخرى التي نسميها مخيمات الجلاديد في موزار وسيد الطيبي وعدد من المراكز الأخرى التي أحدثت مؤخرا. البرنامج العام اللي فيه الأنشطة كتختلف من يوم لآخر. حنا اليوم كاينين في الحوزية ومخيم شاطئي، بمعنى مخيم النشاط ديال السباحة كيغلب على الأنشطة، ولكن أيام أخرى كنديروا مجموعة ديال الكفايات، مثلا كنديروا المحاور بحال ديال المسرح، الفن وديال الرسم، مجموعة ديال المحاور اللي كنشتغلوا عليها. بالنسبة للألعاب كنديروا الألعاب الكبرى والألعاب الداخلية، بحال اليوم عندنا في البرنامج عندنا الألعاب ديال هواء الطلق، والجماعة الثانية عندهم الأنشودة كما كتشوفي، وكاين واحد المجموعة ديال الأنشطة اللي كنعتمدوا عليها اللي فيها التنظيم واللي فيها الترفيه واللي فيها تحاول تعطي الطفل واحد المجموعه ديال الافكار ومجموعه ديال الابداعات اللي غتنفعوه في حياته اليوميه. اختاريت نجي للمخيم باش نتعلم الثقه في النفس ونتعلم نعتمد على راسي بلا والديه، وبغيت نجي للمخيم حيت عجبني وعجبوني لي زاكتيفيتي اللي فيه، اللعب والترفيه، باش نبدل شويه الجو ديال الدار والقرايه. هذه لي اول مره لي نجي للمخيم، كيعلمونا أنشطة كثيرة وكيعلمونا كنعتمدوا على راسنا، كناكلوا بوحدنا. كنشكر من هذا المنبر كنشكر المؤطرين ديالنا السيد حنين هو اللي كيقادنا داك الشيء، كينظمنا وكيعلمونا أنشطة وكيديروا لنا السباحة. جيت المخيم باش نعتمد على راسي وندير كل شيء بوحدي، وكنشكر المؤطرين حتى في أول نهار داروا لي زيروا لنا الحليب والتمار وداك الشيء دخل زوينه وصافي، والمؤطرين تعاملوا معنا زوين.